الحقيقة مع حضراتكم مستمرين، والأهلي في رمضان أحداث كثيرة جدا جدا هنتابعها مع حضراتكم بالتأكيد. أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي، والحقيقة المباراة الكبيرة اللي لعبها النادي الأهلي امبارح في طبعا ذهاب ربع نهائي كأس أفريقيا. الأهلي بيتخطى طبعا عقبة، يعني عقبة كانت الحقيقة مباراة كانت صعبة، وكان الحقيقة ظروف كثيرة جدا جدا بتحوط النادي الأهلي من إجهاد ولاعبين مصابين و و و و ولكن الحقيقة النادي الأهلي قدر كالعادة الحقيقة بيفرح جماهيره بفوز كبير جدا على فريق محترم سيمبا التنزاني، طبعا بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر. ويعني كانت مباراة مهمة جدا، مباراة كانت صعبة جدا، يعني خرجنا بيها الحمد لله لبر الأمان، وعملنا مباراة جيدة جدا جدا على المستوى البدني وعلى المستوى الفني. قدر طبعا كوكا في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأولاني بيجيب جون مهم جدا في وقت بدري، الحقيقة بدري جدا، وكان الهدف دوت الحقيقة كان مهم جدا، لأن تابعنا المباراة كان النادي الأهلي الحقيقة لعيبة مرهقة بشكل كبير جدا، وشفنا لعيبة المنتخب خرجوا من بعد مباراة كرواتيا دايركت على المطار، سفر طويل جدا ما كانش فيه حتى فرصة للريكفري، ولكن أدوا مباراة جيدة جدا. عندنا إصابات كتير، عندنا غيابات كتير، ولكن تبقى المقولة والحقيقة يعني الناس تصدقنا، يعني الحقيقة ده دايما بنقول الأهلي بمن حضر، دي حقيقة وده واقع ملموس في كل مباراة الحقيقة بتمر على النادي الأهلي في غيابات كثيرة جدا من اللاعبين، سواء على مستوى الإصابة أو على مستوى الإرهاق. النادي الأهلي بيحقق نتيجة جيدة جدا جدا جدا، ولكن خلينا نتكلم إن المباراة كمان الأسبوع اللي جاي مباراة صعبة الحقيقة. إحنا ما خلصناش المهمة، هي خطوة أولى، كان مهم جدا النادي الأهلي بيحرز هدف وبيفوز في مباراة صعبة جدا جدا، من خلال طبعا تاريخ الفرقتين كان متعادل تقريبا 3 فوز و2 تعادل، فالأمور كانت الحقيقة صعبة، ولكن الأهلي في ظروف صعبة وظروف استثنائية قدر كابتن هيثم يحقق نتيجة جيدة جدا جدا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي جماهير النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بتملى الاستاد في السعة المتاحة ليه. ده مهم جدا جدا، لأن الحقيقة المشوار لسه طويل، والمباراة لم تنتهي بعد، أو الصعود لدور نصف النهائي لم ينتهي بعد، وإن شاء الله بإذن الله يعني الجمعة اللي جاية إن شاء الله بيتم رسميا بإذن الله وصول النادي الأهلي للنصف النهائي للبطولة المفضلة. الحقيقة مارسيل كولر أشاد باللعيبة، وكمان الكابتن سامي قمصان أشاد باللعيبة بهذا الفوز الكبير.